السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني الجزائري، يعني بعد تنظيف المحيط يعني والأسوار داخل الاتحادية وخارج الاتحادية، يعني اخر يعني الجرثومه وين دارت ديكلاراسيون قالت لهم نلها عندي بنتي بتفوت الباك. كل عام عندها بنتها بتفوت الباك، كل عام عندها بنتها بتفوت الباك، كل عام رمضان 2022 ما فوتتش رمضان، فوتت هناك عند الفيفا، نطلعك عليها في الكرياج تاع الفيفا. هذا الخطرة فكرت باللي كاين رمضان وعندها بنتها، آخر ترسومة، آخر ترسومة، التنظيف يعني لازم الجنابة ما تكونش كاينة، والحية المليحة تاع الجميع اللي فيه الجنابة، يعني راه يكره ليكيب ناسيونال، الجنابة هذيك اللي كانت مخسرة ليكيب ناسيونال، الحمد لله يا ربي، أنا واحد الناس راني متفائل، واحد تصيبه كيما هذاك غانو طرطارة، هذاك غانو طرطارة أكبر سياد، أكبر سياد يعني شكام كان هذاك كيسموه هذاك المخنث، قاع تلاقاو قاع يعني يعرفوا بعضهم بعض، عاد قاع يعرفوا بعضهم بعض ما شاء الله، يعني معروفين ويعرفوا بعضهم بعض. أنصار المنتخب الوطني الجزائري، أنصار الحقيقيين، أنصار اللي ما يعبدوش، خاطش كاين انصار اللي خرجوا يا عبدو نورمال. شت انا واحد قال لي راه المدرب فلاديمير وقال لك انا جيت نكملوا الخدمه تاع هو هذاك بروفيسيونير، مدرب بروفيسيونير ماشي كيما المدرب اللي كان عندنا قالنا قبل 2018 شتا كنتو تسمع المدربين نتوما شتا كنتو، نسى بلي روحنا دوزيام تور كوب دي مون، نسى بلي وصلنا دومي فينال وروحنا لعبنا كوب دي مون 2010، فهم نساو هذه مكان نساب اللي حنايا باللي خرجتنا غينيا استوائيه، هذه قالها بعد ما مروحنا كوب دي موند قالنا نتوما ش كنتو، نساب باللي غينيا استوائيه خرجتنا من الحساب، ونساب باللي اي كابي، وزاد يعني بعد هذيك الهضره لقاتها موريتانيا مؤامره. انا نقول على بالك بلي تحشم باش تقول تنمو حشمو، هادو اللي خروطو تنمو حشمو، ما تعرفوش يقولوا مؤامره امام موريتانيا. اش قالك؟ قالك بالشيخ الصحافه منا على بالنا، هذاك مدرب يحترم دينا نخدمو، وقال ومن بعد قالك نقلعو من نقطه الصفر، عارف روحو شا كاين وشاب هذه من سقسو ذاك عبدو امير، هذاك امير عبدو تاع موريتانيا بكمال بهوي قال له غدوه ان شاء الله، قال له قول للمدرب تاعك يوجد روح تستهدر معايا روح، خاطش علاه حنا مدربين في افريقيا ما كانوا، حنا كانوا من يهدر لك يقول لك الجزائر عندها لاعبين نجوم كبار، بصح كانوا مدربين يلبونا على نقطة الضعف تاعنا، حنا نقطة الضعف تاعنا وين كان؟ كان في مدرب، نقطة الضعف تاعنا كان في المدرب، هذا ما كانش حاجة واحدة أخرى. وين أنصار المنتخب الوطني الحقيقيون، خاطش علاه كانوا على بالك العصابة، هذه عصابة في اليوتيوب، عصابة في الاتحادية، وين كانوا يديروا في التفرقة والكراهية ما بين الشعب الجزائري. الحمد لله يا ربي أنصار المنتخب الوطني يؤيدون الاتحادية ورئيسها في إحداث ثورة في المنتخب الوطني والقيام بتغييرات جذرية في محيطه، وذلك لا يتم إلا بإبعاد كل انتهازيين والتخلص من حاشية أصحاب مصالح بقطع جميع روابطها سواء مع الاتحادية أو مع مركز تقني لسيدي موسى، وخاصة منعها
منعاً بتاتاً من اقتراب من الناخب الوطني والذي سيحاولون بجميع الوسائل الوصول إليه لمصالحهم الشخصية واستعماله لتنفيذ مشاريعهم المعروفة. وهكذا يتم يعني تطهير المنتخب الوطني من هذه الجماعة المفسدة والتي تغلغلت فيها يعني وأصبحت هي الأمر الناهي تسير وتقرر تسير وتقرر وتتحكم في كل شيء، حيث شكلت بذلك هيئة مستقلة موازية للاتحادية الجزائرية حطمت المنتخب الوطني وأحدثت شرح يعني وكادت أن تحدث فتنة خطيرة بين الجماهير الرياضية. لهذا الأنصار المنتخب الوطني يساندون عملية إصلاح والتجديد التي بشرتها الاتحادية مع السلطة الجزائرية. هي قبل كل شيء واجب محاسبة كل من كان السبب في إفلاس الفار، وتبين حجم الفساد التي كانت فيه الاتحادية وتسليط أقصى عقوبات عليه ليكون عبرة لمن تسول له نفسه العبث بأموال الهيئات الوطنية. هذه قلت لكم أنا بين قلت لهم بنتك لي زوتيل كملوا صحيح كاش لي زوتيل صحيح لي زوتيل مكاش تنقلات خاصين مكاش صحيح ليشان تنقلات لي زوتيل صحيح هادو مكاش الصوالح هاو باش تشوفي باش يكون على بالك بنتها قلت لهم بنتي وين الناس هذو اللي جاو يحضروا بنتها قارو غادي كاين انزامات قارو غادي تمرضوا والله لا غادي تمرضوا على بالو قارو يا الكلاب يا اللي بينتو خلعني هذاك مسيلمه الكذاب دلو معاك قال والله جوال ما يزيد يجي جوال ما يزيد يجي الله لا هو جوال ما يزيد يجي قال هادي وين عاودوا نولوا فاني نتكلموا وين الاتحاديه الجزائريه لكره القدم الفاف مؤسسه من مؤسسات الدوله الجزائريه ومن اراد غير ذلك سيجدنا ويجد الدوله بالمرصاد الذين يحاولون تشويه يعني صوره الاتحاديه الجزائريه ليست مختزله في شخص او اشخاص مؤسسه كرويه لا تزول بزوال الرجال يا خونة الدار مصيركم واضح وضوح الشمس لا أمان في من باع المبدأ دولته مقابل منصب مبدأ دولة الجزائرية واضح لا يعني يعني مع أقوى الاستعمارات يعني مع أقوى المستعمرات والثمن دفعناه بالدم والدم بالدم ينظف بن يعني الغيورين يعني هذو الكلاب هذو اللي راهم خرجوا راهم يتنابحوا هذو وانا نقول لكم نعاود لكم يعني ان نقول لك ان زمن الفساد والرداء قد انتهى تحيه كبيره لرموز الدوله الجزائريه قائد قياده وحكومه الذين يقومون بعمل كبير من أجل محاربة عصابة الفساد وأقول لهم الحراس أيهم يعني كل من يحاول المساس بأمن الوطن الدولة ونحن لا له بالمرصاد يا ولد الكلاب نكشفوكم نصيدوكم كل فيران
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح خالتي.